بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي بيحط رجل ونص في النهائي بعد الفوز على الترجي التونسي 1-0 في رادس. عايز المشجع الاهلاوي عيب عليك بقى يا اسطى، عيب عليك. ده انا واحد من الاهلاويه القليلين جدا اللي كان عندي يقين وثقه ان الاهلي هيكسب الترجي، حتى رغم كل الفيلم الهندي اللي كان قبل المباراه ده وخراب المثير للدموع واصل في جمهور بره الملعب والكلام ده. كنت عارف ان الموضوع مش مهم. ليه؟ انا واثق كويس قوي في فرقتي وعارف فرقه الترجي عامله ازاي. فرقه الترجي الموضوع بالنسبه لها بيكون صعب جدا ومميت نوعا ما انك تسيب لهم الكوره. انك تسيب لهم الكوره وتلعب زون ديفنس وهجمات مرتده على الترجي، الموضوع بيكون مقلق جدا للعيبه الترجي ومقلق جدا لمعين الشعباني. الترجي يلعب على المرتدات بيحب جدا يعملها، الترجي بيحب الفرقه اللي تنزل الملعب تهاجمه، انما اهلي موسيماني احنا يا باشا بتاع زون ديفنس وهجمات مرتده، والكلام ده على فكره ممتاز، حته ان احنا بقى بنعرف نلعب زون ديفنس. لما بنحب نلعب ماتشات زون وبنحب ان احنا نلعب على المرتدات بنكون دفاعنا جيد وقادرين ان احنا نقفل وقادرين نلعب على المرتدات، ودي حاجه حلوه جدا وحاجه بحترمها جدا. جو الاداء والكلام ده لا يا باشا، انا بقى زي ديشامب كده، بحب انا البطولات والنتائج، اديني نتائج واديني بطولات حبيبي، انما اداء واطلع خسران لا ماليش فيه، ما بحبوش ده خالص. احلى حاجه برضو بحبها في موسيماني ان موسيماني بيحب يالا المدربين اللي قدامه، يعني مثلا معين الشعباني بيحب ال 4-1-4-1 زي مدرب سان داونز، هيلعب لك 4-1-4-1 زي ما عملتها في سان داونز بالظبط، زي ما حطيت حمدي وعمرو السوليه واليو، وعلى طرف موجود صلاح، والنهارده موجود طاهر وصلاح كل واحد فيهم على طرف، ومحمد شريف مهاجم. قفلناها لك بالضبه المفتاح، عارف ان انت عندك فرده واحده بس اللي شغاله في الملعب، حمدي الهوني، وانا عندي مشكله ان انا الباك اليمين بتاعي الحمد لله رب العالمين كان غايب النهارده، وبلعب اكرم توفيق، قدام اكرم اليو ديانج بينزل معاه، بدر بانون بيطلع يرحل، الثلاثه بيحط حمدي الهوني في وسطهم، وريني بقى هتلعب ازاي. عندك مشكله الناحيه الثانيه، توجي ده محترف على قد نوعا ما، خالد عبد الباسط الفيرود برده محترف مش واو، يعني الاثنين محترفين بتاع الترجي جوه الملعب مش واو، الاعتماد كله على حمدي الهوني والزيادات اللي بيعملها بنغيت والزيادات اللي بيعملها محمد علي بن رمضان والتغطيه اللي بيعملها لهم فوسيني كولوبالي، بس محمد علي بن رمضان وبنغيت لما بيلاقوا ان في نص ملعب قادر ان هو يقفل المساحات وقادر ان هو ما يخليهمش يلعبوا بين الخطوط وقتها بيتوه، وقتها بيكونوا مشلولين تماما على فكره صناعه اللعب، ما بيعرفوش يصنعوا لعب في ظل دي المساحات وفي ظل الزون والحاله الدفاعيه اللي الفرقه قافله كل خط ما بين الخطوط. الموضوع بالنسبه للاعيبه الترجي بيكون صعب جدا ومقلق جدا، وعندهم استعداد يفضلوا يحضروا كوره لمده اسبوع بس نحاول ان احنا نفضي مساحه، المساحه دي مش هتلاقيها مع اهلي موسيماني، عشان كده بقول لك انا معجب بالاهلي اللي بيقدمه بيتس موسيماني في الماتشات الكبيره. اهلي بلعب زون ديفنس، زون ديفنس زي ما قال الكتاب، زون ديفنس وكل اللعيبه بترجع تهدي الواجبات الدفاعيه. صلاح محسن البدايه بيه، وان انا ما ابداش محمد مجدي قفشه علشان خاطر محمد مجدي قفشه مش هيدي له دوره دفاعيه، حاجه تحترم، حاجه تخليك تحترم الراجل جدا. ليه؟ لان الراجل عارف كويس قوي ان لما يوصل شوط تاني قدام الترجي وانا 0-0 الترجي هيضطر يفتح، اضطر ان انا انزل محمد مجدي قفشه علشان خاطر نستغل المساحات، وده فعلا اللي حصل. شوط اول الاهلي ما كانش عليه خطوره كبيره غير الكوره اللي محمد الشناوي بيقدر ان هو يطلع ياخدها قبل ما تقريبا كده بالغيط يسجلها الراجل، لا محمد علي بن رمضان اسف، وطلع محمد الشناوي طلع الكوره بره منطقه الجزاء. غير كده الترجي ما كانش عنده اي خطوره والاهلي برده ما كانش عنده اي خطوره. الشوط الثاني زي ما قلت لك انت خلاص 0-0 الترجي بدا يفتح، فانت محتاج ان انت تستغل المساحات اللي الترجي هيسيبها، وده فعلا اللي حصل في وقت الهدف. اليو ديانج تقريبا كده جري نص يعني جري نص متر، النص متر دي خليته يطلع يباص لمحمد شريف في ظهر بدران، محمد شريف شاطها جت في العارضه ردت لشريف تاني فسجلها. انا عارف ان انا بشرح هنا وما بتكلمش في الكاميرا، بس القصه كلها يا عزيزي ان بالمنطق وبالعقل وكتكتيكال الاهلي يستحق ان هو يطلع كسبان النهارده الترجي التونسي. اما لو قعدت تركز على كل المؤثرات اللي كانت خارج الملعب عزيزي، الحاجات دي ما بتاثرش جوه الملعب، الحاجات دي بس بتاثر للناس اللي عندها فوبيا مؤامرات وفوبيا الحاجات الكتير، مع انك لو دورت على فريق الترجي في الماتشين اللي لعبهم قدام الزمالك هتلاقي ان هو كان بيلعب زون وكان بيلعب على الهجمات المرتده، وقدر ان هو يستغل سذاجه لعيبه الزمالك في المباراه الاولى، وقدر كمان يستغل جنش المباراه الثانيه. فلو بصيت على الترجي في الماتشين اللي كان متاح لينا كمصريين ان احنا نتفرج عليهم هتلاقي ان هو فريق مش مرعب، فريق عايش على هويه، فريق عايش على سمعه، غير كده جوه الملعب فريق عادي جدا انك تطلع كسبانه، حط فرقتك قدام المرمى واعتمد على المرتدات وهتخلص على الترجي، وده اللي موسيماني عمله بالحرف الواحد. عرفت ليه بقى يا صاحبي الموضوع مش موضوع اضرب شماريخ ولا موضوع انك تسخن جماهير؟ الكرة دايما في الملعب مش بره الملعب. عرفت ليه انا كنت واثق ان الاهلي يطلع كسبان النهارده؟ ليه؟ عشان انا بتكلم في الكرة مش بتكلم بره الملعب، عشان كده كنت واثق ان الاهلي حتى لو في ظروف اكتر من كده بكتير على النادي الاهلي جوه الملعب، بس انت عارف تقفل صح الترجي مش هيعرف يسجل.
ابدا، حتى لو اتعمل ايه، لو رميت 100,000 شمرخ جوه الملعب الترجي مش هيسجل. ليه؟ لان الترجي ما بيعرفش يلعب قدام الفرقه اللي بتلعب زون، والاهلي بتلعب زون. فده معناه ايه؟ انك متفصل لي بالحرف الواحد، انت ما بتعرفش تلعب قدام الفرق اللي بتلعب زون وبتلعب مرتدات، وانا بلعب زون وبلعب مرتدات. علشان كده انا رايح وانا عارف كويس قوي ان انا هعمل عليك نتيجه ايجابيه هناك في تونس. عرفت القصه قصه كوره ولا لا؟ اه يا اسطى. وانت عارف ان القصه قصه كوره ولا لا؟ ممكن تعمل لايك معلش يا اسطى الفيديو، يعني اساعد اخوك بس واعمل سبسكرايب للفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش عادي اعمل ديسلايك، بس يعني نتخانق كده باحترام يا صاحبي معلش بس. اه الف مبروك يابا على الانتصار، وان شاء الله باذن الله العشره دي جايه، احنا خلاص خلصنا التاسعه النحس والحمد لله، هننط على العشره بقى ونخلص.